أخبارات اليوم. يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات. إذن دايتكس، الحدث الأكبر الذي يشغل الكثيرين وينتظره الكثيرون، بدأت اليوم فعاليات هذا الأسبوع دايتكس للتقنية 2015 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 3600 شركة وعلامة تجارية عارضة من 62 دولة. ويجذب الحدث ما يربو عن 130,000 زائر من أكثر من 150 دولة، بينهم ما يفوق 20,000 من كبار التنفيذيين. هذا وتنتهي فعاليات المعرض في أكتوبر أو 22 من أكتوبر الجاري، والحدث يعتبر من أهم التظاهرات الاقتصادية في العالم، حيث يأتي في المرتبة الثالثة عالميا. وكشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات عن أنها تعمل حاليا مع كبرى الشركات العالمية المنفذة للشبكات لبناء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في الدولة، ليبدأ التشغيل التجريبي لها عام 2017. وعلى هامش انطلاقي فعاليات معرض جايتكس للتقنية 2015، أكدت المؤسسة بأنها ستستثمر 26 مليار درهم في تحسين شبكتها ومحطات الإرسال والخدمات الرقمية والتحول الذكي لتحسين خدماتها المقدمة إلى المتعاملين. رفعت شركة دول مدرجة في سوق دبي استثماراتها في تطوير شبكة الجيل الرابع في الإمارات بنسبة 50% خلال العام الحالي. وعلى هامش انطلاق فعاليات معرض جايتكس للتقنية 2015، بدأت الشركة في توفير شبكة الفورجي في العديد من الأماكن التي تشهد معدلات إقبال عالية من أفراد الجمهور، بهدف تعزيز وتوسيع التغطية على نحو يواكب مستويات الزيادة في الطلب والتطور السريع في تقنيات الأجهزة المتحركة. يأتيكم برعاية أفايا الرائدة في حلول التواصل والشبكات.